التي ينبغي الاعتماد عليها. وأما الرزق فعلى الله. كم من ناس ما يحسن قراءة الفاتحة وعندهم مليارات، فكيف أنت وقد حفظت القرآن؟ هل تظن أن الله يعني يقصر في جانبك؟ ما في تقصير، إنما التقصير هي الاعتقاد الفاسد وهذا. وتوكلوا على الله واطلبوا العلم لله وسترون نتيجته في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هكذا أعتقد هذا. تعلمون اعلموا هذا واستمعوا إلى هذا القول استماعا يعني من ينتفع به. وهذه نصيحتي ووصيتي إن شاء الله.